عليكم، كيف حالكم يا سيغاري؟ بخير؟ الحمد لله. هل تعرفون ما هو يومنا؟ إنه يوم الاثنين. وهل تتذكرون حرف الأسبوع؟ إنه حرف، أحسنتم، إنه حرف الهاء. واليوم سنتعلم طريقة كتابة حرف الهاء. ولكن قبل كل شيء، هيا بنا نراجع الصور التي تبدأ بحرف الهاء. كما ترون يا صغاري، لدينا ثلاثة صور، وهذه الصور الثلاثة كلها تبدأ بحرف الهاء. ها هدية، ها هلال، ها قطة. أعيد، ها هدية، ها هلال، ها هرة. وهذا هو شكل حرف الهاء. نلاحظ جيدا أن حرف الهاء ليس فيه أي نقطة تحت أو فوق. هيا بنا يا صغاري لنرى كيف نكتب حرف الهاء. نبدأ من النقطة الحمراء ونتبع النقاط. نصعد فوق ثم ننزل على السطر. ها. نعيد، نبدأ من النقطة الحمراء نتبع النقاط، نصعد فوق ثم ننزل تحت ونكتب على السطر. نعيد. ها. نكتب حرف الهاء للمرة الأخيرة. نبدأ دائما من النقطة الحمراء ونتبع النقاط. ها. هذه هي صغاري طريقة كتابة حرف الهاء. نمر الآن إلى نشاط تزيين حرف الهاء. لدينا هنا كما ترون حرف الهاء مفرغ، سنقوم بتزيينه بالورق. نضع الصمغ أولا ثم نقوم بوضع الأوراق الملونة. نكون قد زينا حرف الهاء المفرغ. والآن هيا بنا يا صغاري نستمع إلى أنشودة حرف الهاء.